أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار، ونبدأها بأبرز العناوين. نطالب السيد رئيس الوزراء ووزارة الداخلية بتسريح المختارين وحمايتهم. يعني المختار هو ضابط قضائي، والحقيقة يتعرض إلى حوادث مستمرة. صلاح الدين تترقب نتائج التحقيق في فاجعة العباسية. أهالي سامراء يشيعون العائلة المغدورة إلى مثواهم الأخير، والسلاح المنفلت يخطف أرواح أب وأم وأربعة أطفال. حل التجاوز على مشاريع الإرواء في كركوك يخلق أزمة جديدة. كيلو السمك يرتفع بعد ردم 1100 حوض، وخبراء يحذرون مشكلة الماء لا تحل بقتل الثروة. أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل النشرة. بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع نظيره الأردني أيمن الصفدي التطورات الإقليمية وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة. وذكرت الوزارة في بيان أن حسين أجرى اتصالا هاتفيا مع الصفدي، وناقش الطرفان القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الوزيران حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في إطار آلية التعاون الثلاثي مع مصر. كما بحث الجانبان الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية ومواقف صارمة لإلزام إسرائيل بالقانون الدولي والإنساني، محذرين من التبعات الخطيرة لاستمرار الكيان الصهيوني في إجراءاتها غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة. هل يدخل الوجود العسكري الأمريكي في العراق ورقة رهان في السباق نحو البيت الأبيض؟ تتحدث الصحافة الأمريكية عن فخ ينصبه بايدن لخلفه ليقول: أنا من أنهيت حروبا لا نهاية لها. لكن الواقع أن إدارة الدولة في واشنطن لا تسير بهذا الشكل بحسب متخصصين في العلوم السياسية، فكيف تسير إذن؟ نتابع. انتخابات أمريكية مرتقبة يتطلع إليها العالم والعراق لانعكاسات تأثيرها على رسم السياسات في المنطقة. فبحسب الصحافة الأمريكية، فإن خطة بايدن للانسحاب من العراق فخ للرئيس الأمريكي المقبل ليقول: أنا من أنهيت حروبا لا نهاية لها. سيناريو يقرأه المراقبون العراقيون على أنه دعاية انتخابية لا أكثر، ورسائل توجه نحو الخصوم في الولايات المتحدة، إذ أن انسحاب التحالف الدولي على رأسه القوات الأمريكية يبدو مستبعدا في الوقت الراهن. الآن المنطقة في مرحلة إعادة ترسيم حدود، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية الباحثة عن مصالحها دائما لا أعتقد أنها ستنسحب، وهذا وجهة نظر للصحافة. ومن قال أن الجمهوريين هم سيفوزون؟ أما السياسة الأمريكية فبحسب مختصين تبدو ثابتة، سواء أكان على رأس إدارة البيت الأبيض جمهوري أم ديمقراطي، وخصوصا في السياسة الخارجية تنظر واشنطن إلى العراق على أنه ما يزال يمثل منطلقا مهما لمصالحها، ولا ترغب بتسليمه وفق الصحافة الأمريكية إلى طهران. بالنسبة للسياسة الأمريكية لن تتغير كثيرا بعد الانتخابات، باعتبار أن من يحكم الإدارة الأمريكية هي بناية مؤسسات، هي مبنية على أساس المؤسسات. لذلك الموضوع لو فاز أي طرف من الأطراف سيكون هنالك حزم باتجاه السياسة العراقية، باعتبار أن الجانب الأمريكي يرفض القضية الوقوف في المنطقة الرمادية. السياسة الخارجية الأمريكية تجاه العرب كيف تصنع ومن يصنعها؟ أسئلة تجيب عنها منظومة متكاملة في واشنطن ليس الرئيس فيها صاحب القرار الوحيد، وهي عادة ما تخضع لعوامل ضغط خارج منظومة الدولة، لتبقى قضايا العراق والمنطقة والعسكرية منها على وجه الخصوص محكومة بالأهداف الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط، السيطرة على النفط، ومنع الروس من التوسع في المنطقة، وحماية إسرائيل. من بغداد علي أسد، يو تي في. ما بين الجمهوري والديمقراطي اختلاف في المنهج والأولويات ينعكس على السياسة الخارجية للولايات المتحدة في العراق والمنطقة. أبرز نقاط الاختلاف وارتداداتها نتابعها في سياق العرض الآتي. خطة
بايدن للانسحاب من العراق فخ لرئيس الولايات المتحدة المقبل، هكذا عنون كاتب أمريكي مقاله في صحيفة واشنطن بوست، معتبرا أن الانسحاب يمهد الطريق لتفاقم أزمة الشرق الأوسط التي سيتحمل خليفته مسؤوليتها، كما أنه يشير إلى تخلي واشنطن عن المنطقة في وقت يتطلع فيه الحلفاء إلى زيادة الردع ضد طهران. والأسوأ من ذلك بحسب المقال أن انسحاب القوات الأمريكية من شأنه أضعف قدرة الدول 77 المشاركة في التحالف الدولي ضد داعش. وفي ظل البيانات المتضاربة بين العراق والولايات المتحدة بشأن مستقبل الوجود الأمريكي، تتحدث بغداد عن مفاوضات للانسحاب، بينما تؤكد واشنطن على الانتقال إلى ترتيب أمني ثنائي. وينقل المقال عن مسؤولين في الولايات المتحدة قولهم إن هناك اتفاقا لاحقا بين بغداد وواشنطن قد يؤدي إلى بقاء معظم القوات الأمريكية، ولكن يجب على الرئيس القادم التفاوض لإبرامه. وفي هذا السياق يشير الكاتب إلى تجارب رؤساء أمريكيين سابقين، فالرئيس السابق من الحزب الجمهوري جورج دبليو بوش كان قد وقع على اتفاق يقضي بسحب القوات الأمريكية من العراق، لكن خليفته من الحزب الديمقراطي أرسل آلاف القوات الأمريكية إلى البلاد عندما استولى داعش على مساحة بحجم ولاية فيرجينيا بحسب ما يقول الكاتب الأمريكي. وفي عام 2021 وجد الرئيس الديمقراطي جو بايدن نفسه ينفذ اتفاقية الانسحاب من أفغانستان التي وقعها سلفه الجمهوري دونالد ترامب. وأمام العد التنازلي للانتخابات الأمريكية، تستعد الولايات المتحدة لقدوم رئيس جديد سيكون بين متنافسين جمهوري وديمقراطي يختلفان في المنهج والأولويات والدوافع. فإذا ما فاز مرشح الجمهوريين ترامب، فمن المتوقع العمل على تصعيد المواجهة مع إيران وتعزيز الوجود العسكري لواشنطن في العراق والمنطقة لحماية المصالح الأمريكية، بينما يتوقع أن تتعامل المرشحة الديمقراطية مع الملفات بطريقة مختلفة، لعل تصريح أوباما الأخير في مؤتمر الحزب الديمقراطي يمثل ذلك، حيث قال ليس على الولايات المتحدة أن تكون شرطة العالم. بحث رئيس حزب السيادة الشيخ خميس الخنجر مع قيادات الحزب في محافظة نينوى ملف الموصل وأداء الحكومة المحلية والاستعدادات للمرحلة المقبلة. وأكد الخنجر أهمية الحفاظ على هوية نينوى وإنهاء كافة أشكال التهميش والإقصاء التي أضرت بالمحافظة وأهلها، إلى جانب عدم التهاون أمام محاولات المساس بالهوية التاريخية للمدينة حفاظا على النسيج المجتمعي بمختلف مذاهبه وقومياته. كما أكد الخنجر أهمية اختيار الشخصيات الكفء التي تحظى بالقبول المناطقي والعشائري استعدادا للاستحقاقات المقبلة. من جهتهم أعلن الحاضرون من قيادات ونواب وأعضاء مجلس المحافظة تمسكهم بالسيادة وتعاضدهم مع مبادئه لأجل الموصل وتاريخها ومستقبلها. شيع أهالي سامراء جثامين ضحايا جريمة العباسية إلى مثواهم الأخير، وحضر التشييع عشرات من ذوي الضحايا وأقاربهم وسكان المنطقة، كما شارك فيه وجهاء وشيوخ عشائر ومسؤولون في الحكومة المحلية ورؤساء الوحدات الإدارية. وأقيمت صلاة الجنازة على أرواح المغدورين قبل أن توارى أجسادهم الثرى في مقبرة حويصلات بمنطقة العباسية شمالي سامراء. وكان 6 أفراد من عائلة واحدة بينهم 4 أطفال قتلوا فجر الأربعاء بهجوم شنه مسلحون على منزلهم، فيما أعلنت وزارة الداخلية تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الجريمة والكشف عن الجناة واعتقالهم. وطلب وجهاء ومسؤولون في الحكومة المحلية في سامراء الأجهزة الأمنية بتحمل المسؤولية ووضع حد لتكرار الهجمات المسلحة ضد أهالي منطقة العباسية. احنا نطالب سيد رئيس الوزراء، وزير الداخلية والجهات الأمنية الماسكة للأرض أن تتحمل مسؤولياتها. نطالب سيد رئيس الوزراء ووزارة الداخلية بتسليح المختارين وحمايتهم. يعني المختار هو عضو ضابط قضائي، والحقيقة يتعرض إلى حوادث مستمرة، وطالبنا مرارا وتكرارا بتسليح المختارين وبالذات مختاري الأطراف،
هناك إجراءات دقيقة، نحن بدورنا كإدارة محلية متابعين لكل الإجراءات، إن شاء الله في القريب العاجل ستكشف الخيوط وسينال المجرم العقاب. دشنه زوار الأربعين، خط للنقل النهري بين البصرة وإيران، هذا الملف بعد قليل، ابقوا معنا. منفذ بحري هو الأول من نوعه بين العراق وإيران، افتتح مؤخرا ويجري العمل عليه ضمن خيارات تعتمدها الحكومة لتخفيف الزخم وتسهيل حركة نقل الزائرين إلى كربلاء ممن يتوافدون من مدن العراق ومختلف دول العالم للمشاركة في الأربعينية، حيث تواصل الوزارات ودوائرها الساندة تنفيذ خطة أمنية وخدمية لتأمين الزيارة وتوفير احتياجات الزائرين. يواصل الزوار توافدهم من مدن العراق ومختلف البلدان نحو كربلاء لإحياء الذكرى السنوية لأربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وسجلت المنافذ الحدودية دخول أكثر من 3 ملايين زائر ومغادرة نحو 2 مليون في الفترة الممتدة من 6 ولغاية 22 من الشهر الحالي. في الأثناء تستعد وزارة النقل للشروع بخطة التفويج العكسي للزائرين من مدينة كربلاء إلى المحافظات الأخرى والمنافذ الحدودية، كما أكدت قيادة عمليات بغداد أن خطة تأمين الزيارة الأربعينية في العاصمة أوشكت على الانتهاء من دون تسجيل أي خرق أمني، مشيرة في بيان إلى أن جميع الطرق مفتوحة ولا توجد طرق مغلقة إطلاقا. بهدف تسهيل تفويج الزائرين الأجانب إلى العراق، تم إطلاق الخط الملاحي النهري بين البصرة والمحمرة بطاقة استيعابية تصل إلى 300 شخص يوميا، ومن المتوقع أن يسهم بتخفيف الضغط الحاصل على المنافذ الحدودية البرية في وقت تخطط فيه شركة النقل البحري لتحويله مستقبلا إلى خط سياحي بين العراق والدول المتشاطئة معه. بطاقة استيعابية تزيد على 300 شخص يومياً، عاد الخط الملاحي النهري بين العراق وإيران إلى العمل من جديد بالتزامن مع تفويج زوار أربعينية الإمام الحسين في كربلاء. فمن ميناء المحمرة تأتي هذه السفينة محملة بالمسافرين إلى مرسى العشاري في كورنيش شط العربي وسط البصرة، بعد أن وفرت وزارة الداخلية متطلبات ما يحتاج إليه المنفذ الحدودي البحري ليكون خطا سياحيا مستقبلا يعمل على مدار العام. حاليا عدد الرحلات نطمح لها ان شاء الله يوميا رحله واحده ما بين الجانب الايراني والجانب العراقي لغايه الزياره الاربعينيه، وان شاء الله نقدر نزيدها الى عدد رحلتين، لكن بالمستقبل القريب ان شاء الله تشتغل عندنا زوارق عراقيه وزوارق ايرانيه، يصير بالتعاقب بين الجانبين ان شاء الله بالمستقبل القريب بعد الزياره الاربعينيه راح يتفعل الخط السياحي ما بين البلدين وايضا الى الدول المجاوره الاخرى. إطلاق الخط النهري يراد منه في الوقت الراهن تخفيف الزخم على المنافذ الحدودية البرية بين العراق وإيران، إذ تشهد توافد أكثر من 100,000 زائر يوميا، بعضهم قادمون من أفغانستان وباكستان، والرقم قابل للزيادة بوتيرة متسارعة مع اقتراب زيارة الأربعين وسط استنفار أمني وخدمي وطبي. وصلنا باليوم الواحد إلى أكثر من 100,000 من منفذ الشلامشة فقط، باقي المنافذ اللي هي سفان وهذا المنفذ البحري اللي احنا فيه الممر البحري ومنفذ المطار يدخل منها زوار بس بعدد أقل. المنفذ الأكبر والمهم والتحدي الأهم هو منفذ الشلامشة. منفذ الشلامشة رغم عدد الزوار الكبير التوافد الكبير، لكن يعني هذا سجلناه وملاحظين السنة الحمد لله أكو تنظيم أعلى من العام السابق وأكو انسيابية وتنسيق بين الأجهزة العاملة في المنفذ. قضية التفويج لحد الآن ما عندنا مشكلة بها. وقت الرحلة بين البصرة والمحمرة عبر هذا الزورق أقل من ساعتين، فيما يبلغ سعر التذكرة 10,000 دينار فقط. وباستثناء بعض زوارق الصيد، فإن الطريق الملاحي في نهر شط العرب مساره سالك بعد تخليصه من الغوارق التي كانت تعيق الإبحار. تفعيل الخط النهري بين العراق وإيران ربما سيشجع دول أخرى على تكرار هذه التجربة لتفعيل السياحة النهرية. سعد قصي، UTV، محافظة البصرة.
قال المتحدث باسم وزارة النقل ميثم الصافي إن المنفذ البحري بين العراق وإيران ستكون له إطلالة سياحية مهمة، بالإضافة إلى دوره في تسهيل مرور الزائرين. وعن استمرار عمله بعد الزيارة أكد أنه سيخضع لدراسة جدوى وتقييم فائدته للبلاد. البحري بيننا وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو أحد المنافذ المهمة. هذا المنفذ أيضا بالإضافة إلى كونه يساهم بعملية تفويج الزائرين وكذلك نقل الزائرين بين البلدين، هو أيضا يمر بإطلالة سياحية بيننا وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مرورا من ميناء خرم شهر باتجاه رصيف العشار في محافظة البصرة. هذا الموضوع يتعلق بدراسة الجدوى بيننا وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية. مثل ما تعرفون أن كل مشاريعنا هي تخضع لدراسة الجدوى ومدى فائدة الحكومة العراقية وأيضا وزارة النقل وكذلك الشعب العراقي من هذا الموضوع. لا ننسى أن الموضوع هنالك أيضا دراسات عدت من قبل وزارة النقل حول كيفية الاستفادة من هذا المشروع مستقبلا وتطويره، وبعدها راح يتم تحديد أما يبقى المشروع أو يغلق. مشكلة تحلها مشكلة أخرى في كركوك، فأكثر من 1100 حوض للأسماك متجاوزة على الحصة المائية تسبب ردمها بأزمة كبيرة، إذ مثل القرار ضربة للثروة السمكية. فكيف تحل المشكلتان معا من دون الإضرار بالثروات؟ نتابع. أكثر من 1100 حوض متجاوز في كركوك تم ردمها خلال العام الحالي من قبل مديرية صيانة مشاريع الري والبزل للحفاظ على الموارد المائية. حملات ردم أحواض تربية الأسماك تستمر في الأقضية والنواحي بعدما سجلت أعدادا كبيرة لهذه الأحواض، إذ يتجاوز بعضها على مشاريع الإرواء. خلال عملنا السابق كحملات متواصلة خلال 3 أشهر الماضية تم عمل على ردم بحيرات بمقارب 971 حوض. هذه الأحواض كانت تتمركز خارج حدود الأرواء ومنها أحواض داخل حدود الأرواء. وخلال الفترة السابقة من خلال لجان الرصد الموجودة لدينا الميدانية إضافة إلى صور فضائية التي ترد إلينا من وزارة الموارد المائية تم رصد مجموعة أخرى من البحيرات التي رجعت إلى مزاولة العمل من جديد، وتم توجيه الآليات والكوادر على ردم هذه البحيرات وتم تنفيذ ما يقارب 158 حوض. وفي وقت تخرج فيه هذه البحيرات عن الخدمة تسجل الثروة السمكية تناقصا كبيرا وترتفع أسعار الأسماك في الأسواق، إذ وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 12,000 دينار وهو يعادل ضعف السعر السابق. برغم من تجاوز يعني أصحاب أحواض السمك على الموارد المائية، لكن أعتقد أنه لا بد من وجود بعض المعالجات، لأنه وصل السمك في كركوك 11 و12 لربما يزاد أكثر، وهذه مشكلة. يفترض أن الوزارات فيما بينها في حالة صدور أي قرار لا بتناقش الوزارة الأخرى، يعني تناقش الثروة الحيوانية بإيجاد بدائل لهذه المشكلة. تنتشر البحيرات المتجاوزة في مناطق داقوق والعيلان بكثرة، ومنها تباع الأسماك حتى خارج كركوك، فتباع في المحافظات المجاورة وخاصة في إقليم كردستان. من كركوك عمار حامد، UTV. طريق ناحية الهلال الحيوي في المثنى، تسببت الأحمال الزائدة للشاحنات بتكسره وتخسفه ما استدعى إعادة تأهيله، فيما يشتكي أهالي الهلال من تعثر العمل وتلكؤه ورداءة المواد المستخدمة في إنجازه، وهو ما تنفيه الشركة المنفذة للمشروع. على طريق الهلال في المثنى تمر عشرات الشاحنات من المعامل الاستثمارية إلى المحافظات المجاورة يومياً. الحمولة الزائدة للشاحنات تسببت بتكسر الطريق وتحفره، وعلى جانبه الآخر استحدث ممر جديد بطول أكثر من 6 كيلومترات لتخفيف الحمل، لكن الأهالي يؤكدون تعثر العمل ورداءة المواد المستخدمة في المشاريع هنا. فترة طويلة ما مكملينهم بها حتى 3 كيلوات بس، الثانية بعد الجسور اللي دقوها كلها غلط بغلط، وأساسا حتى جلمود ما خلوا له من هذا الحجر الكسر الحجر مال البر.
هذا السايد الثاني هذا كله تفدش مطبات من السيارات الترالات التجلية وحوادث حدث ولا حرج. قبل عام بدأ تنفيذ هذا المشروع، ومن المقرر أن يكتمل العمل به خلال 420 يوما، لكن الواقع يقول غير ذلك. ويشكو الأهالي هنا من كثرة الحوادث المميتة وخصوصا في الليل بسبب انعدام الإنارة وكثرة الحفر في الشارع والتي تسببت بدمار سياراتهم. عندي عائلة انقلبت من هذا السبب، يعني 4 أشخاص تأذوا بهذا السبب قرب سيطرة الهلال. بالنسبة للسيارات الحدادية، سيارات يعني انتهت دمرت، يعني دمرت السيارات، يعني المطبات حسات لو تأخذ لك طلعة منها للهلال وشوف المطبات وشوف سيارتك تمشي. وتنفي الشركة المنفذة للمشروع اتهامات الأهالي برداءة المواد المستخدمة، وتقول إنها تعمل وفق التندر المقرر لها، لكن تأخر العمل سببه المياه الجوفية على طول الطريق الذي يمر بمناطق زراعية، إذ يحتاج إلى وقت أطول لمعالجته وتنفيذه. هذا المشروع توقف جزئي بموافقات رسميه، كون اكو فقرات يحتاج لها حذف واستحداث لان طبيعه الارض كان بيها روطان وغيره. الان المخطط الى 50 يعني بالمئه، هو واصل 48%، يعني انحراف عنده قليل جدا بنسبه 2%. تم توجيه الشركه على الملاحظات. ويطالب الأهالي بالإسراع في العمل وإنجاز المشروع خلال المدة المحددة له لتجنبهم خطر الحوادث وخسارة الأرواح بين أبنائهم ومن يسلكون هذا الطريق. من المثنى خليل بركات، يو تي في. وقبل ختام نشرتنا نستعرض أحوال طقس العراق وبحره. نشرتنا انتهت، لكن أخبارنا مستمرة. نلقاكم على رأس الساعة. إلى اللقاء.